اتفضل. عرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المواطن محمد عبد الرحيم محمد، الشهير بابو زرزور من مركز الوطن. من ناحيه اسعار اللحوم اللي كانت موجوده في الاعياد، انه هي الموجوده بالسوق عندنا كانت اسعار عاليه جدا، 120، ومن 100 ل 120، وكان فيش اقبال عليها لسبب ارتفاع الاسعار. اما المنافذ الخارجيه اللي كانت تبيع 65 وبتاع مجمده، ما كانش برضو المواطن البسيط اللي يروح عليها. طبعا القريه عانت من هذا، عانت فعلا يعني من الموسم ده، موسم الحج يعني موسم عيد الاضحى، انه هي ارتفاع هي اللحوم، وبعض المواطنين كانت منتظره هي يعني، لانه عندنا الفدو في القريه كثير، فكان معظم الناس هي موجوده منتظره انه فلان يفدي، فلان يدي لها كيلو لحمه، نص كيلو لحمه زي كده، بسبب ارتفاع الاسعار. والرقابه ضعيفه على الطبال الموجوده في داخل قريه الجلمينه في السويقه، هي مشهوره بالسوق يعني، انه هي اللحمه انه هي فيها ابيض واحمر كثير وتتباع ب 120، وده هو هي كان تعاني منه قريه الجلمينه في موسم العيد. الاستاذ ايمن عبد الباري محمود من الجلمينه، معلم اول حاسب الي. يوم الخميس اللي فات انا كنت في سوهاج بالعربيه، لقيت الجزارين عاملين يخط بتبيع اللحمه ب 85 جنيه اللحمه البلدي. فبصراحه اخذني الفضول ان انا انزل واسال زي كده، لقيت التاجر بيقول لي، او الجزار عفوا بيقول لي، ان اسعار المواشي نفسها رخصت. العجل اللي كنا نجيبه ب 30 وب 35 بيجي ب 18 وب 15 وب 17، فايه المانع ان انا ارخص الاسعار؟ تمام. جيت بسال هنا في البلد عندنا، لقيت كيلو اللحمه ب 120 جنيه وب 130 وب 140 جنيه. تمام. وللاسف برضو حتى الجزارين اللحمه موجوده عنديهم، اللحمه لسه مخزنه وتقعد في الثلاجات لحد ثاني يوم، وده صحيا غلط. فعرضنا فكره هنا من كام شهر كده، ان احنا يا جماعه يشتركوا في عجل ويجيبوه يبيعوه، والفكره نجحت بس ما قدرناش نكمل فيها، وصل الكيلو لحوالي 100 جنيه برضو. تمام. والحمد لله يعني، بس بنناشد الهيئات الرقابيه، مديريه الطب البيطري، وزاره التموين او مديريه التموين في جنا، تكثيف الحملات، وما فيش مانع ان حتى كل رئيس قريه مثلا او كل رئيس مدينه يجتمع بين الجماعه الجزارين، بحيث يعملوا مبادره، انت بتشتري العجل او البهيمه الحيه بسعر رخيص، ايه المانع انك انت تبيع اللحمه بسعر حوالي 100 جنيه مثلا، مش هقول لك 90 ولا 85 زي ما الناس بتبيع، وفي نفس الوقت انت هتكسب. الحاجه الثانيه، الظروف المعيشيه، الغلاء طاحن الناس، فمش قادره تشتري لحمه، بالرغم من توافر مثلا عربيات تحيا مصر، بالرغم من توافر في مركز الوقف عربيات الشباب الخريجين، منافذ البيع اللحمه فيها ب 65 جنيه. السلام عليكم. الاسم عماد عبد الباري بدوي، مركز الوقف. لا اعمل، ما فيش عمل صراحه، الدنيا 100 100، اللحمه غالي غالي جدا، كمان الكيلو ب 120 بالرغم ان المواشي رخيصه جدا، اللي كانت ب 40000 مثلا، البقره كانت ب 40000 دلوقتي بكام؟ ب 20 و18 و15 برضه اللحمه غالي. بيقولوا في منافذ، بس المنافذ دي غالبا موجوده في المراكز، مش موجوده في اي بقريه او نيا صغير، بالرغم من ذلك احنا تعبانين جدا. بس ده كل الحوار. اتفضل. محمد محمد بدوي، مدير عام المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية مركز ومدينة الوقف. كلمني عن أسعار اللحوم في هذا الأضحى. أسعار اللحوم احنا تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير عبد الحميد الهجان وإشراف الدكتور قدري رئيس المركز، عندنا منافذ توزيع اللحوم بتيجي وزارة الزراعة، اللحمة ب 85 البلدي، إلى بالإضافة للحوم الثانية مجمدة بتاعت السودان مستوردة ب 65 جنيه. في عربيات عندنا منافس متنقله بتوقف عند المساجد وبتنادي. العادات والتقاليد بتاعت الناس هنا، لا عيب يروح يجيب لحمه من العربيه. الجزار جشع عاوز يبيعها ب 200 جنيه و 150 جنيه و 120 جنيه. دلوقتي تعالي شوفيهم موجودين عاطلين. نظر لغلاء اسعار مرفع الاسعار قاعدين معروضات بدون اقبال. وده يرجع لسياسه العرض والطلب، الناس لو ما راحتش للجزار وجابت من المنافس، المنافس موجوده، وبالاضافه للفراخ والكبد والقوانص كله موفرين في المنافس الوحده المحليه، بالاضافه لمنافس وزاره الزراعه بتيجي بالعربيه، بالعربيات هنا بتوقف كل مسجد
وبينادوا بالمسجد اللحوم بكذا والمفروم بكذا، يعني في متناول الطبق الكتفي. طب ايه عدم اقبال الناس على المنافذ؟ هو العادات والتقاليد، العادات والتقاليد بيقول لك ايه المنفذ عيب ده جاب لحمه من العربيه. طب العربيه ما احنا بنقول المنفذ فاتحين ثلاث منافذ في المدينه ومنفذ في القريه ومتوفره كل الحاجات دي فيه ومعروضه وفي اقبال برضه عليها من الناس القريه وفي المدينه برضه، يعني بدات الناس هي تتلاشى عمليه العادات والتقاليد دي.